مشروع قانون التصفية رقم 21-20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018. الكلمة للسيد الوزير، واسمحوا لي قبل إعطاء الكلمة للسيد الوزير لتقديم الشكر للسيدة مقررة لجنة مراقبة المالية العامة السيدة النائبة فتيحة سداس. لكم الكلمة سيد الوزير. نحاولوا. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، يسعدني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر مشروع قانون التصفية 21-20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2018، والذي تم إعداده وإيداعه بمؤسستكم الموقرة وفقاً للآجال المنصوص عليها في الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي للمالية. واسمحوا لي بداية أن أشكر السيدات والسادة النواب المحترمين على العناية التي تم إيلاؤها لهذا المشروع، وهو ما يؤشر على الأهمية التي يحظى بها باعتباره آلية أساسية لتقوية الرقابة البعدية للبرلمان على المالية العمومية. وتكريسا لهذا التوجه، عمد القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإيداعها بالبرلمان من 24 إلى 15 شهر، هذا فضلاً عن إغناء المعطيات المقدمة للمؤسسة التشريعية والرفع من جودتها، وذلك بهدف الالتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية وعمليات تصفية ميزانية الدولة. وفي هذا الإطار يشكل قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2018 محطة أخرى لإغناء الوثائق المرافقة لمشاريع قوانين التصفية، حيث سيرفق هذا المشروع لأول مرة بتقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص نجاعة الأداء، ويندرج إعداد هذين التقريرين ضمن آليات التدبير المرتكز على النتائج، الذي يكرس الانتقال من منطق الوسائل واستهلاك الاعتمادات إلى منطق النتائج، الذي يقرن التدبير العمومي بآلية المساءلة حول أثر النفقة العمومية من حيث الفعالية السوسيو-اقتصادية وجودة الخدمة والنجاعة، الأمر الذي من شأنه لا محالة الارتقاء بمستوى النقاش حول قوانين التصفية إلى مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية. واستناداً إلى تقارير افتحاص نجاعة الأداء، يمكن تسجيل عدة نقاط إيجابية على الرغم من كون هذا التمرين هو الأول من نوعه في دورة نجاعة الأداء، ويتعلق الأمر على الخصوص بانخراط كل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية في منهجية نجاعة الأداء، وانبثاق أغلب برامجها عن استراتيجيات أو خطط عمل، مع تحديد أهداف لجل البرامج المفتحصة وربطها بمؤشرات لقياس بلوغها. سيدات والسادة، يقوم مشروع قانون التصفية 21-20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2018 بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2018، وكذا بحصر حساب نتيجة هذه السنة. وبناء عليه يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية 2018 على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع 10 مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى النقط التالية: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي،
إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2018، إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية سنة 2017 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية سنة 2018، وأخيراً نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة ليخصم من المكشوف في حساب الخزينة. سيدات السادة، لقد جاءت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية 2018 كما حددها مشروع قانون التصفية لهذه السنة على الشكل التالي. أولا، على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية سنة 327 مليار درهم، وفيما يخص الموارد فقد بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة 2018 ما يقدر ب 303 مليار درهم، وقد تم تحصيل ما مجموعه 329 مليار، أي بنسبة إنجاز ديال 108.65%، حيث شكلت الموارد العادية نسبة 82.5% من مجموع الموارد المحصلة. ثانياً، فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة فقد بلغت النفقات المنجزة مجموعه حوالي 110 مليار درهم، حيث تمثل نفقات الحسابات المقصدة لأمور خصوصية نسبة 87.6% من مجموع هذه النفقات. أما فيما يخص من موارد هذه الحسابات فقد حددها قانون المالية 2018 في حوالي 84 مليار درهم، وقد تم تحصيل 92 مليار. ثالثاً، فيما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد بلغت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.13 مليار درهم، أما موارد الاستغلال لهذه المرافق فقد بلغت تقديراتها النهائية ما قدره 4.23 مليار، وتم تحصيل 4.7 مليار، في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 720 مليون درهم، وبالمقابل بلغت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار لهذه المرافق 3.58 مليار، وقد تم تحصيل ما مبلغ مجموعه 3.44 مليار. سيدات السادة النواب المحترمين، تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 تم في ظل سياق دولي اتسم باستمرار تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي في أهم البلدان المتقدمة والصاعدة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة الوطني، لا سيما المهن العالمية المغرب والتي سجلت أداء جيدا فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وكذا ارتفاع مداخيل الأسفار ومداخل المغاربة المقيمين بالخارج، كما أن التوقعات الخاصة بقانون المالية 2018 تحققت بنسب إجمالية حددت كالتالي: الموارد 109% والتكاليف 80%. وكنتيجة لذلك فقد تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل النمو ب 3.1% وعجل الميزانية في حدود 3.8% من الناتج الداخلي الخام، مع تسجيل نسبة إنجاز مهمة على مستوى تنفيذ ميزانية الاستثمار بلغت 79%. سيدات السادة، تلكم باختصار أهم المعطيات والأرقام التفصيلية لمشروع قانون التصفية 2018، علماً أن مصالح هذه الوزارة بصدد إعداد قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2019، والذي سيتم تقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الربع الأول من سنة 2021 تفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير.